بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مع قناتكم معلومة بسيطة ومعلومة جديدة بسيطة خاصة بالمشروبات التي تخفض مستوى الكوليسترول في الدم وتحافظ على الشرايين من الانسداد وتعالج في امراض القلب. هذه المشروبات بسيطة جدا، تعرف عليها في هذا الفيديو، تابع الفيديو حتى النهاية ولا تبخل علينا بلايك شير، وإن كنت أول مرة تشاهدنا يشرفنا انضمامك لقناتنا بالضغط على الزر الأحمر سبسكرايب أو الاشتراك. وهيا بنا نبدأ معلومتنا البسيطة النهاردة. في البداية لابد أن نتعرف على مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم، والتي تسبب خطورة كبيرة على الجسم لأنها بتتسبب أو بتزيد بشكل كبير في خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. والكوليسترول هو مادة دهنية منخفضة الكثافة، وبيطلق عليه أيضا الكوليسترول الضار لأن هناك كوليسترول نافع. ويساعد الكوليسترول اللي هو البروتين الدهني عالي الكثافة اللي هو HDL المعروف أحيانا بالكوليسترول الجيد. أما الكوليسترول الضار فهو الكوليسترول العالي أو المنخفض الكثافة. وهناك مشروبات بتساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. هذه المشروبات منها القهوة، ولكن القهوة لابد انك تشربها عن طريق عدم الغليان للبن، لان البن برغم ان هو هام جدا لخفض الكوليسترول وبيعطي يعني صحصحة للدماغ أو إنه بيعطي نسبة الإفاقة، فالبن أيضا هو مادة مؤكسدة، ولكن غليان البن بيؤدي إلى تكسير الحديد في الدم. فالقهوة بطريقة الشاي الكشري هي أفضل طريقة لعمل القهوة. النوع الثاني من المشروبات وهو مشروبات الشاي الأخضر. والشاي الأخضر بيحتوي على مادة الكاتيكين، ومادة الكاتيكين وهي وغيرها من المواد المضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تقلل من مستويات البروتين الدهني الضار أو منخفض الكثافة والكوليسترول الكلي إلى حد أقل. ويمكن أن يساعد أيضا الشاي الأسود بخفض مستويات الكوليسترول، وهذا يرجع في المقام الأول إلى مدى اختلاف امتصاص الجسم للسوائل اعتمادا على محتوى الكاتشين في الشاي. فأيضا الشاي الأخضر هو الأفضل بالنسبة لخفض الكوليسترول، وأيضا بيعالج أمراض أخرى، والأهم من هذا كله أنه بيحوي على مواد مضادة للأكسدة. العصير الثاني والمشروب الثاني هو عصير الطماطم، ويقصد هنا الطماطم الطازجة غير المعرضة للحرارة، وبيخفض أيضا الليكيوين المتوفر بكثرة في الطماطم الكوليسترول السيء، وبيرفع مستويات الدهون النياسين والألياف الخافضة للكوليسترول، وهي وفيرة في عصير الطماطم. علاوة على ذلك بتشير الأبحاث إلى أن عصير الطماطم بتزيد من محتوى اللاكيوكين في الفاكهة، وبالتالي فعصير الطماطم من المواد المهمة لخفض نسبة الكوليسترول، وأيضا احتوى على فيتامين سي، ولكن لا تكثر حتى لا يضر العظام ويسبب زيادة النقرس. من العصائر أيضا المفيدة لخفض الكوليسترول هي مجموعة العصائر الغنية بمضادات الأكسدة، ومنها طبعا عصير الليمون، وأيضا هذه المشروبات منها عصير التوت. أيضا هذه هي بتساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم لأنها غنية بالمواد المؤكسدة، وغنية أيضا بمستويات أو بمواد مضادة للأكسدة اسمها الأنسوسيانين. وبصرف النظر عن التوت والليمون، يمكن أيضا تناول عصائر مصنوعة من حليب النباتات زي الحليب اللي هو نبات فول الصويا، فحليب فول الصويا أيضا بيخفض
نسبة الكوليسترول في الدم. حليب الصويا أيضا هو بيساعد على تقليل الإصابة بأمراض القلب، وبتنصح إدارة الغذاء والدواء الـ FDA بتناول 25 جرام من بروتين الصويا يوميا كنظام غذائي منخفض الدهون المشبعة بالكوليسترول. علاوة على ذلك يفضل تناول فول الصويا غير المعالج أو قليل المعالجة مع القليل من السكريات المضافة أو الأملاح أو الدهون أو بدونها. فكل ده بيخفض الكوليسترول، وكل دي عصائر بتخفض الكوليسترول في الدم. المشروب الآخر اللي معانا هو مشروب الشوفان، وبيمكن تناول مشروبات تحتوي على الشوفان لخفض مستويات الكوليسترول في الدم. والشوفان غني ببيتا جلوكان الذي يختلط مع الأملاح الصفراوية لتكوين مادة تشبه الهلام في المعدة، والتي قد تمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول وخفض مستويات الكوليسترول في الدم. لكن أثناء اختيار الشوفان المناسب للمشروبات الشتوية، تحقق من الملصق لمعرفة إن كانت تحتوي على بيتا جلوكان أم لا. وفي النهاية من المهم جدا أن تعرف ما يجب تجنبه، ويجب أن تعرف أن تتجنب بعض الأشياء للحفاظ على مستويات الكوليسترول. منها برضو لو استخدمت القهوة أو الشاي مع الكريمة المضافة، منتجات الألبان عاليات الدسم، المشروبات التي تحتوي على زيت النخيل، والمشروبات التي تحتوي على الآيس كريم، وبعض المشروبات الغنية بالدهون المشبعة التي يجب تجنبها من قبل الأشخاص الذين يرغبون في خفض مستويات الكوليسترول. أيضا يجب أنك تخفض من المشروبات المحلاة بعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة والشوكولاتة الساخنة. كل هذه الأشياء يجب أنك تقلل منها حتى تستطيع الحفاظ على مستويات جيدة من الكوليسترول. في النهاية أتمنى أن أكون وصلت لك معلومة بسيطة عن المشروبات التي تخفض نسبة الكوليسترول. وفي النهاية بنتمنى للجميع الصحة والعافية. شكرا، وإلى أن نلقاكم في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.